طيب تعال نكمل بقى، نعمل كونفيجريشن للمانج ميتا داتا عشان في الاخر اقدر اوصل للستات كوليكشن ده يكون ببلشنج. تمام. طيب ازاي؟ هنروح للابلكيشن مانجمنت. اول حاجه نتاكد ان السيرفيس دي شغاله على مستوى السيرفيس، فنروح مانج سيرفيس اون سيرفر. وهندور على سيرفيس اسمها مانجد ميتا داتا ويب سيرفيس. تمام. هتلاقي معمول لها ستوب، تقول له سمحت انا عايز اعمل لها ستارت. ميزة الشير بوينت كمان ان تقدر تربطه مع اي اكسترنال سيستم، يعني مش شرط يكون مع شير بوينت، لا ممكن شير بوينت يخرج داتا لناس تانية. تمام. يعني في حاجه اسمها ويب سيرفيس كده، ويب سيرفيس كده مسؤوله ان هي تخرج لك اي ليست مثلا بشكل داتا، يقدر يقراها موبايل او يقدر يقراها اكسترنال سيستم تاني او اكسترنال ويب سايت. اتاكد تاني ان المانج ميتا داتا ويب سيرفيس هي معموله ايه؟ ستارت. يبقى انا اتاكدت منها. اتفقنا علشان اي ويب ابلكيشن يشتغل معاه السيرفيس دي. تمام. فنروح على الابلكيشن مانجمنت تحت حاجه اسمها مانج سيرفيس ابلكيشنز. تمام. وعشان نشغلها هنقول له نيو، هتلاقي عندي حاجه اسمها مانجد ميتا داتا سيرفيس. اهي فين وين وين؟ هنروح لابلكيشن مانجمنت. تمام. في عندي حاجه اسمها ايه؟ مانج سيرفيس ابلكيشن. هنا من ضمنها بياخد كابي او انستنس من المانج ميتا داتا سيرفيس عشان اقدر اشغلها مع ويب ابلكيشن معين. فانا هقول له نيو مانج ميتا داتا سيرفيس. تمام كده. طيب النيم بتاعك سميها زي ما انت عايز. والله ممكن اسميها مانج ميتا داتا سيرفيس. ليها كونفيجريشن معينه اهي. تمام. فلازم اعمل لها داتابيز، فانا اسميها مانج مثلا دي بي. تمام. اوثنتيكيشن ويندوز عادي، ليها فليفر داتابيز، يعني ممكن اعمل لها هاي افابيليتي، يعني معنى كده ان هي مهمه جدا. البولينج ممكن اكريت لها بولينج جديد، اقول له مانج مثلا بول، مين اللي هيكون مسؤول عنها؟ فانت ممكن تحط اي حد مسؤول عنها، او ممكن تسجل شخص معين، او تروح تعمل يوزر بس مسؤول على المانجمنت ده سيرفيس. فانت ممكن تختار مثلا اس بي فورم عادي جدا. تمام. هنا بقى اسالك سؤال، عندك حاجه اسمها ايه؟ كونتنت تايب هاب. هيسالني مين الكونتنت تايب هاب ايه؟ اللي يكون مسؤول عن ببلشنج اي كونتنت تايب جوه السايت كوليكشن ده، او هتختار السايت كوليكشن اللي هيكون ايه؟ مسؤول عن الكونتنت تايب هاب، ان هو يببلش الكونتنت تايب دي اكروسنج سايت ايه؟ سايت كوليكشنز. تمام كده؟ هعملها دلوقتي؟ اقول لك لا مش هعملها ايه؟ دلوقتي تعال له ايه؟ اوكي هنرجع لها تاني يعني، تعال اقول له انا بس اخلص الكونفجريشن بتاعتها، واقول له ايه؟ اوكي. الناس حاجة؟ هي اوكي خلاص، هو بس تلاقي ويت شويه اما يخلص يعني، هو بس مش مديني اي انديكيتر ان هو بس شغال. ادي خلاص المانج ميتا داتا سيرفيس اشتغلت معايا. تمام. لو جيت فتحتها كده بس هنفتحها بس نتاكد انها شغاله، بس اضغط عليها كليك كده، دي اللي منها هنبدا نعمل ايه؟ نعمل منها النافيجيشن، ونبدا نعمل منها الاستراكشر بتاعنا، نعمل منها كل حاجه. تمام. يبقى انا اتاكدت ان هي ايه؟ شغاله. ايه ده؟ فين اللي تحت دي؟ بروكسي. مش احنا اتفقنا اي سيرفيس بيكون لها كل اي بص اسمها ايه؟ سيرفيس كونكشن. هي اللي من الاخر بروح اربطها، يعني انا كده كريتها بس عايز اشغلها مع الويب ابلكيشنز. فانت عندك حاجه عشان تقدر تمانج منها السيرفيس كونفيجريشنز، وعندك حاجه منها تربط بيها الايه؟ مع الويب ابلكيشنز. تمام. فهتلاقي اي سيرفيس ده حاجتين، اي يعني سيرفيس فوق دي هتلاقي برضه ايه؟ ليها اتنين. السيرفيس دي برضه ليها ايه؟ اوكي.
طيب انا كده خلصت من الكونفيجريشن الخاصه بالمانج ميتا داتا سيرفيس. تعالى ايه